جمال الله يرحمه، يرحم جميع الشهداء وربنا يصبرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا جمال الدرة، ولا شيء محمد الدرة. طبعا يوم الجمعة تم قصف بيوتنا، واستشهدوا اخواني وزوجة اخي وبنت اخي، واستشهدوا كل جيراني من عائلة ابو جبارة 11 نفر، ومن عائلة ابو العشرين 16 نفر، وكلهم اطفال. ليش حد الاحتلال بتعمد انه يقصف البيوت؟ الاحتلال يتعمد بقتل الاطفال للضغط على المقاومة، المقاومين موجودين في داخل فلسطين التي حررت ولن يستطيعوا مواجهتهم، هم يواجهوننا نحن كفلسطينيين. وهذا للأسف نحن نقتل بالأسلحة، أسلحة أمريكية. والآن نحن لن نحارب إسرائيل، نحن نحارب دول عظمى الآن متحدة على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، وخاصة غزة، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. المشهد الحاجة اللي بتشوفه اليوم بذكرنا بمحمد الدرة والمجازر. ما زال منظر محمد الدرة متكرر يوميا. كل طفل يقتل محمد الدرة، كل طفلة تقتل محمد الدرة، دماء محمد الدرة ما زالت تسيل إلى يومنا. أنت مين راح لك يا حاج؟ مين راح لك؟ أنا راح لي أخوي وزوجته، وأخوي الثاني إياد وبنته الوحيدة. الله يرحمه.